ايه بس في ايه مالك؟ زعلانه من ايه بس؟ ايه يعني اتعاكستي في الشارع؟ زعلانه عشان اتعاكستي في الشارع؟ يا بنتي ده في ناس بتتعاكس وهي لسه في الطرقه في بيتهم، روقي كده. بعدين معاكسه الشارع بالنسبه لنا دي اسلوب حياه ممتد الجذور. انا راجل كبير وفاهم، بقول لك اهو معاكسه الشارع يا بنتي ظهرت في مصر مع ظهور الشارع نفسه، مع ظهور الحضاره. اول ما تسافل الطريق بقى عندك شارع اترصف من على الجنب، بقى عندك رصيف هوبا كام عمود نور، الناس بدات تعدي في الشارع، ابتدت المعاكسه من زمان جدا والله. بيسالي تيتا تحكي لك عن تاريخ المعاكسات المصريه اللي مر بموضات وتطورات. ايوه حتى المعاكسه كان فيها موضه، يعني مثلا زمان خالص كان عندك موضه كده بتاعه الاربعينات في زمن المعاكسات الجميل، كان في المعاكسه الملوكي. دي معاكسه بتعتمد على التثبيت اللفظي والملاحظات العامه، كانوا ناس شيك يقول لك انا ممنون للصدفه المدهشه دي، الجو بديع جدا النهارده، ممكن تلاقيه سرح كده وخرج من حاله الطقس، دخل على اسعار العملات على جرام الذهب، معلومات عامه ظريفه خالص، خواطر شخصيه تخصه هو لوحده، محدش يقدر يمسك عليه اي حاجه لانه ما بيوجهش كلامه لحد، ممنون جدا وبيعاكس يعني. بعد كده في الستينات ظهرت المعاكسه الكلاسيكيه، دي طبعا موضتها ما بتروحش، لو راحت بترجع تاني بنفس القوه. المعاكسه الكلاسيكيه التقليديه دي بتكون غالبا في صيغه سؤال، ومش عارف ليه بيبقى بيكلم مذكر، يعني مثلا يقول الجميل رايح فين؟ شفتي المذكر مع السؤال مع بعض؟ ماشي لوحدك ليه يا عسل؟ ها؟ خدت بالك؟ في تمويه كده، وساعات السؤال بيكون سؤال وجودي بقى كمان يتوه خالص، زي مثلا طب الذمه مش حرام عليك كده؟ طب هو في كده؟ حاجات من النوع ده. أسئلة بقى ملزقة من القطعية دي رخيصة، سمن جاموسي فاخر كامل الدسم بقاله شهر بره التلاجة، حاجة تقرف. بعد كده بفترة على بداية السبعينات ظهرت موضة جديدة في المعاكسات، وهي موضة حبيب المصباح. ده عامل زي عفريت المصباح كده، تحس انك انت دعكتي فانوس فطلع لك منكسر كده في نفسه ومنسحق غلبان، اللي هو حبك لبيك عبدك وملك ايديك. دي طريقته. النوع ده بقى بالنسبه لي مثير لخليط من الشفقه والغثيان. بيعمل ايه ده بقى؟ ده صاحب الطلعه الشهيره البائسه بتاعه صدقيني انا مش بعاكس بس، ويقول اي كلام، او يقول لك انا على فكره انا اول مره اتكلم واحده في الشارع لكن ويهري. خدت بالك من الطلعه اللي داخله على هاري مع بعض؟ لا، ومش بيكتفي بالجمل اللزجه دي بس، لا ده كمان بيستخدم طبقه صوت مريض القلب، بيمثل مع تعبير وش الارنب النيوزيلندي الابيض، غلبان قوي. بس النوع ده فيه ميزه جامده جدا، انه سهل التخلص منه. اي تهويشه اللي هي بتاعت اوعى كده هتلاقيه فتح سبرنت وطلع على حال سبيله، دي ميزته. بظهور الانفتاح الاقتصادي تطورت حاجه السوق لظهور موضه جديده في المعاكسه، فظهر النوع المجتهد المعاكس الشغيل. ده يعتمد عليه بقى، حمار معاكسة محترم، ده غالبا بيقف حادف على قدام شوية كده، بيشوح بإيده بعنف ويدي بقى. طب والمصحف الشريف أحلى من صفاء السبع، خدت بالك؟ عشان السبعينات في سبع وسبعينات، أو ثلاثة بالله العظيم أنت برنس عليا، الطلاق الأسفلت بيزغرد. مجهود واضح في أداء مسرحي، حلفنات أيمنات من غير حساب، بس يعني مخلص للي بيعمله بصراحة، وبيتعب وبيجتهد، حاجة مقززة. بعد كده بشوية على الثمانينات والتسعينات، ومع بداية عودة العمالة المصرية من الدول العربية الشقيقة، ظهرت موضة جديدة في المعاكسات، معاكسة مريض الفصام. ده ما تعرفيش داخل يعاكس ولا داخل عكسي ولا ماله بالظبط، تلاقيه بعكسك يقول اللهم صل على النبي، اللهم صل على كامل النور، ده المتحرش الورع بقى، بسم الله ما شاء الله عليك وعلى حلاوتك. شايفة؟ في لخبطة. طب انت ايه؟ او ايه الجمال ده يا رب؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واقف في الشارع يعمل الحاجات دي، يعني حضرتك لما تعمل بتاع ربنا هتبقى مش بتعاكس؟ مين العسل ده اللي ماشي في نور الله ماشي؟ شفتي؟ لو سبتيه هيبدأ يخش في التواشيح والابتهالات والحاجات دي، اوعي ما تديلوش المجال، ده نوع محير وضبابي. طبعا اختلفت عليه الآراء لأنه بيثبتك شوية، مفيش رد بيكون مناسب للحالة دي. هنقول له إيه بذمتك؟ نقول له مثلا بارك الله في أبو شكلك، اللهم قوي إيمان أهلك، نقول له إيه علشان خاطر يبطل الهبل ده؟ بس تصدقي أصعب موضة في المعاكسة اليومين دول اللي بيعاكس بقى وهو مش طايق اللي بيعاكسها، لأن الظروف بقت صعبة، فتلاقيه يقول لك إيه؟ 30 حلاوتك يا شيخة، يخرب بيت الطعامة، زهقان يا عيال عين، يخرب شفتي؟ مخنوق، بيعاكسك وهو مش طايقك، امشي من وشه السعادي، تحس إنه جملتين كمان وهيبدأ يحدفك بالطوب من إعجابه، أو يديك بنية في خلقتك اللي عاجباه دي يلزقك على الرصيف، رهيب. طبعًا مش عايز أقول لك إن التجاهل هو أحسن حل في الظروف دي، أو الإلكتريك شوك مش بطالة، أو ممكن كمان توديه الاسم يحلقوا له زلبطة وهو برضه يبقى ماشي على الموضة. خلاص بقى تزعليش بقى كده، ما انا شرحتلك بقى الدنيا بقى وقلتلك فهمتك الحاجات. يلا الضحكة الحلوة بقى، الضحكة الحلوة والنبي عاش، اللهم صل على النبي، هو في كتة الله.